الراديو 90 90 هواها مصري. اهلا وسهلا بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. لسه مستمرين معاكم في حواديت الملاعب، والنهارده عندنا حدوته عظيمه جدا لواحد من اشهر واهم الناس اللي مرت في تاريخ كره القدم المصريه، وانجاز التعبير هو ابو الكره المصريه. الراجل ده عمل كل حاجه في كره القدم، سواء على المستوى بتاع الهواية أو حتى كمان على مستوى الاحتراف. قد يكون هو الأول في تاريخ كرة القدم المصرية اللي يحترف في الدوري الإنجليزي. كابتن حسين حجازي من مواليد حي الحسين لسنة 1891. في بدايته كان أشهر لاعب كرة في القاهرة، لأنه شكل فريق من زمايله وعمل مسمى كده، قال لك ده فريق حجازي 11. حجازي 11 ده كان بيلعب الإنجليز ويكسبهم. الانجليز خد بالك يعني اصحاب كرة القدم في العالم، مهد كرة القدم كان موجود في انجلترا، وهو بيلعب العساكر وما عندوش مشكلة ويكسبهم. شهرته وجدته في لعب الكرة خلته ينضم لأول فريق كرة تم تشكيله في النادي الاهلي. بعدها اصبح النجم الاول لفريق الكرة بالاهلي، تقدر تقول كده ده على اوائل سنة 1911. بس اضطر ساعتها انه يسيب مصر ويسافر بريطانيا، علشان اهله كانوا مصممين انه يكمل دراسته هناك، وبالفعل يروح لندن علشان يكمل دراسة الهندسة. وبالصدفة البحتة السكن اللي قاعد فيه كابتن حسين حجازي في لندن كان جنب نادي صغير هناك اسمه دولويتش هاملت. حب كابتن حسين حجازي لكرة القدم ورغبته الدائمة انه يفضل مع الساحرة المستديرة خلته يروح لفريق كرة القدم في دولويتش هاملت في سبتمبر سنة 1911. حسين حجازي بدأ يلعب ماتشات ودية مع الفريق بتاعه الجديد، وكالعادة تألق وقدر يسجل عدد كبير من الأهداف، وبدأت الناس تتكلم عنه بشكل كبير في المحيط بتاع كرة القدم ومحيط النادي اللي موجود في انجلترا. شوية شوية وبعد أقل من شهرين الصيت بدأ يزيع في كل حتة في انجلترا، لدرجة أن نادي فولهام اللي كان بيلعب وقتها في دوري الإنجليزي الأول بعد دعوة لحسين حجازي علشان يلعب معاهم مباراة رسمية في الدوري قدام فريق اسمه ستوكبورت كاونتي، علشان حسين حجازي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويبقى أول لاعب مصري وعربي يسجل ظهور رسمي في مباريات الدوري الإنجليزي. تخلص الحدوتة كده؟ لا، بعد الفاصل هكمل لكم الكابتن حسين حجازي عمل إيه. قبل الفاصل كنا وصلنا انه ابو الكرة المصرية الكابتن حسين حجازي لعب مباراة كمان مع فولهام وبدأ يظهر بشكل كويس جدا. على فكرة في المباراة دي سجل اول اهدافه في الدوري الانجليزي واول اهداف فولهام في الماتش، وقاد الفريق للفوز بنتيجة 3-1. وبعد التألق اللافت للنظر ده في الكيلسو اللي هو رئيس نادي فولهام، اصر ان حسين حجازي يلعب معهم الماتش اللي بعده في الدوري قدام فريق ليدز سيتي. بس في نفس الوقت فريق حسين حجازي الأصلي اللي هو دولويتش هاملت واللي كان بيلعب في دوري الهواة ساعتها، ما هواش يعني نادي من الأندية العظيمة جدا ولا حاجة، بلغوا حسين حجازي ان هم محتاجينه جدا وعايزينه يكمل معاهم، وان اللعب في ناديين في الوقت ده مش قانوني في الوقت ده وفي اي وقت ما هواش كان قانوني. حسين حجازي مشي ورا العاطفة وفضل انه يستمر مع الفريق اللي بدأ معاه في انجلترا رغم ان هو بيلعب في دوري الهواة، على انه يروح فريق بحجم فولهام اللي كان مشهور وبيلعب في الدوري الانجليزي، علشان يضيع على نفسه علينا فرصة استمرار التألق في الدوري اللي كل العالم كان بيحب ان هو يتابع ويعرف اخباره ويعرف كل حاجة حواليه، واكتفى بماتش وحيد مع فولهام. اسطورة حسين حجازي مش بس وقفت عند انه اول محترف مصري وعربي في الدوري الانجليزي، ده كمان تم اختياره علشان يمثل منتخب مقاطعة لندن، ولعب معاه 5 ماتشات، وكان هو المصري الأول والأخير اللي يلعب لمنتخبات المقاطعات الإنجليزية. وبسبب ظروف الحرب العالمية الأولى رجع حسين حجازي لمصر وانضم لفريق السكة الحديد في موسم 1914، وبعدها رجع للنادي الأهلي سنة 1915 ولعب معاه لمدة 8 مواسم، وكمان لعب بالمناسبة للزمالك، وكان أول لاعب في التاريخ ينتقل من الأهلي للزمالك. حسين حجازي كان ضمن أول تشكيل لمنتخب مصر سنة 1916، وكان كابتن المنتخب في الدورة الأولمبية اللي اتلعبت في بلجيكا سنة 1920، وكمان لعب مع المنتخب في دورة باريس الأولمبية سنة 1924، وسجل في الدورة دي هدف وهو عنده 37 سنة،
علشان يكون أكبر لاعب يسجل في الدورات الأولمبية في التاريخ، والرقم ده فضل باسمه لحد سنة 2012 لأولمبياد لندن، لحد ما جه رايان جيجز وكسره لما سجل في الأولمبياد دي وقتها وكان عمره 38 سنة. وبعد ما اعتزل الكرة كابتن حسين حجازي اللي تقريبا قفل اللعبة، لعب للزمالك ولعب للأهلي ومن قبلهم راح لعب في انجلترا وتألق في كل حتة وسجل في الأولمبياد ورايح جاي بيعمل كل حاجة. وبعد ما اعتزل الكرة شارك كابتن حسين حجازي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر 1921، وكان عضو في أول مجلس لاتحاد الكرة المصري علشان بلغة الكرة كده يقفل اللعبة، يعمل كل حاجة فعلا في كرة القدم المصرية ويبقى اسم على مسمى، حسين حجازي أبو الكرة المصرية.